يكون اهل ملزم بسداد او ارجاع هذه الاموال، وهاجي لك للاليه. لا ثانيه واحده، انا عايز بس اوضح، الاهلي غير ملزم. غير ملزم، ليس هناك ما يلزم النادي الاهلي قانونا برد هذه الاموال. النادي الاهلي هذه الاموال دخلت لخزينته من رئيسه الشرفي كدعم للنادي في وقت سابق، وبالتالي هي امتزجت باموال النادي وبتظهر في القوائم الماليه للنادي وبتعرض على الجمعيه العموميه للنادي، انما النادي الاهلي مجلسه بادر باقتراح رد ما تبرع به السيد تركي الشيخ للنادي الاهلي، وتقديرا لقيمة ومكانة هذا المجلس، وحفاظا على ثوابت وتمسكا بعلاقة وطيدة بتربطنا بالمملكة العربية السعودية. وعشان نقفل هذا الملف، واللي أنا عايز أقول لحضرتك إن مبلغ 70 مليون لا يؤثر في اقتصاد الأهلي ولا تهتز ميزانية الأهلي، اقتصاد الأهلي ثابت، هذا المبلغ لا يؤثر إطلاقا في ميزانية الأهلي. طيب الأمر الثاني جزء من